مساكم الله بكل خير. اي نعم، من 25,000 ريال الى 800,000 ريال خلال 3 شهور، اللهم لك الحمد، فضل الله ثم فضل موسم الرياض. استاجرت كشك صغير او عربة نسميها صغيرة جدا قيمة 25,000 ريال على مدار الموسم. سويت لي براند يبيع مشروب واحد، ما راح اذكر اسم البراند لسبب انه ما ابغى تقولون انه اعلان او انه جاي بيعلن البراند او ايا كان. فعليا موسم الرياض فادني بهالشيء، سوق لي، رفع اسمي، وبعدها عاد اعتمدت على نفسي. لكن جوا الموسم والله العظيم من 25,000 ريال مبيعات او ايرادات الى 800,000 وزيادة. فوالله العظيم ليش لا، موسم الرياض اشتغلوا فيه، والله انه فيه خير، في خير بشكل ما تتخيلون. كل الزوار يجونك، كل الرياض، تحداك احد بالرياض ما يزور موسم الرياض. خلنا نقول 80% يزورون موسم الرياض، هذا سكان الرياض. بعيدا عن سكان الرياض اللي يجون من برا، من الامارات، من الكويت، من قطر، من حايل، من ابها، من جده، كل دول الخليج ومدن المملكه تجي عندك في موسم الرياض. هذه نصيحه حابة اقدمها، ولا راح اذكر اسم البراند ولا راح اقول وشو البراند، لكن اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. الآن بعد موسم الرياض بسنتين شاركت فيه، شاركت مدة 3 شهور، اللهم لك الحمد، الآن البراند يدخل لي شهريا أكثر من 300,000 ريال سعودي، اللهم لك الحمد.